أشخاص وصل بهم الحد إلى كتابة كتب وتأليف كتب عن جرائم الحقيقية، فما سنتطرق إليه في هذا الفيديو عن الكاتب ريتشارد كلينهامر. ريتشارد كلينهامر والكتابة. في سن 18 بدأ على ريتشارد كلينهامر شغفه الكبير وحبه الشديد للكتابة ومن قبلها القراءة، حيث أنه لم يكن يفوت فرصة قراءة أي رواية تقع تحت يديه، للدرجة التي جعلته يقرأ أكثر من 100 رواية في سن 19. وقد تحول شغف كلينهامر في نهاية المرحلة الثانوية من مجرد القراءة إلى الكتابة والتأليف، حيث فاز بجائزة التميز في المدرسة أكثر من مرة بخلاف الأصدقاء الذين طالما أثنوا على موهبة ريتشارد في الكتابة والإبداع في خلق قصص الغريبة. وسوف نأخذكم في جولة إلى عالم ريتشارد الطبيعي وحياته الزوجية. حياة ريتشارد كلينهامر كانت طبيعية جدا في البداية، بل ربما أكبر بكثير من مجرد كونها طبيعية، حيث أنه قد تزوج في 25 من عمره من فتاة تدعى جوهانا، وقع في حبها بعد دراسته الجامعية. وقد كان الجميع يرى ويعتقد تمام الاعتقاد أن ريتشارد يعشق جوهانا. بدأ ذلك جليا من تعاملاته معها والهدايا التي كان يحضرها لها. ثم بعد سنوات من الزواج أشاع ريتشارد أن جوهانا قد اختفت دون سابق إنذار وأبلغ الشرطة بذلك. وطبعا بعد التحقيق يتم العثور على جثة ريتشارد أو أي دلائل تشير إلى خطفها، وهنا ظن الجميع أن جوهانا قد هربت من ريتشارد وأنها ربما أحبت شخصا آخر وتركت من أجله كل شيء، هكذا ما ظنه الجميع في عام 1991. ولكن في عام 2000 اتضح أن الحقيقة كانت شيئا آخر. وفي نفس العام في سنة 2000 باع ريتشارد كلينهامر منزله وذهب إلى منزل آخر أقل تكلفة وأقل حجما من المنزل الأول، وبعد أيام قليلة أبلغ المشترين الجدد عن عطورهم على رفات وهيكل عظامي في حديقة المنزل. وخمنوا لمن كانت تلك الرفات؟ لقد كانت لزوجة ريتشارد التي اختفت قبل سنوات، قبل 10 سنوات. بالطبع أول ما فعلته الشرطة هو إلقاء القبض على هذا الكاتب، والذي اتضح أنه مجرد مخبول آخر. فقد قتل هذا الرجل زوجته في نفس التاريخ الذي اختفت فيه. لكن ما الذي حدث وكيف ولماذا؟ هذه الأسئلة هي التي كادت تطير العقول من الرؤوس. المنطقي طبعا أن ينهار ريتشارد كلينهامر إثر جريمته أو إثر قيامه بتلك الجريمة البشعة أثناء التحقيقات التي وجهت إليه، لكن الغريب في الأمر أن ريتشارد كلينهامر قد صرح بأنه قام بتلك الجريمة عن إثر غيابه عن الوعي، أي بسبب مخدرات، إما مواد كحولية أو أشياء لا نعرف ما هي. ولكن الغريب في الأمر أن ريتشارد كلينهامر قد صرح أيضا أنه استغل تلك الجريمة التي فعلها ضد زوجته لكي يكتب تلك الرواية التي ستجعله من كاتب غير معروف إلى كاتب مشهور. الغريب في الأمر أنه صرح في التصريحات التي قدمها لرجال الشرطة أنه استغل تلك الجريمة ليكتب روايته التي تروي كيفية قتل زوجته ودفنها في حديقة منزله. قال ريتشارد أن سبب دفنه لزوجته لم يكن خوفا من معرفة الناس للجريمة التي قام بها أو معرفة الشرطة للجريمة التي قام بها، بل كان خوفا من اتضاح أو إفشاء عمل روايته الذي تحقق طوال تلك الفترة. لم يتوقف استغلال ريتشارد كلينهامر لجريمة قتل زوجته عند ذلك الحد الذي ذكرناه، فبغض النظر عن القضية وكل ما تعرض له كان الرجل في غاية السعادة لأنه أخيرا حصل على الشهرة التي كان يبحث عنها. وقد أقحم ذلك في مسألة الكتابة من خلال تأليفه رواية جديدة خلال فترة سجنه. تلك الرواية الجديدة حظيت بقدر من الشهرة جعل الناس يتعجبون من موهبة ريتشارد التي قام باستغلالها بطريقة غير صحيحة، بطريقة مجنونة تحديدا. فالرجل قتل زوجته ليكتب رواية، هل تتخيلون طريقة وحشية أشد سوءا من هذه؟ في الأمر
إن المحكمة حكمت على ريتشارد لمدة سنتين. نعم، لمدة سنتين، لمدة عامين فقط، على قاتل زوجتي. والغريب في الأمر أن ريتشارد لم يقضي في السجن سوى 6 أشهر من هذه المدة. فقد قيل أن حسن السيرة الذي دعا بهما هي التي جعلت إدارة السجن تفرج عنه. والمظلوم في هذه القضية هي زوجته التي لم تتمتع حتى بدفن يليق بها. وأصدقائي المتابعين، أعزائي المتابعين، سننهي معكم هذه الحلقة. وقبل أن تذهبوا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك إذا أعجبك الفيديو. ونلتقي في حلقة مقبلة، ونشكرك على المشاهدة. سلام.